بجامعة الام يو بي اس. هدفها انه تعد جيل قادم من قادة الرعاية الصحية والمبتكرين، تلتزم بتغذية المواهب وتعزيز الابداع وتشكيل مستقبل، حيث تكون الرعاية الصحية مش مجرد مهنة بل دعوة ورحلة مشتركة نحو عالم أكثر صحة، مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. للمناسبة بعد خاص، إذ أنها انطلقت منذ عقد من الزمن إثر تأسيس كلية العلوم الصحية في الأم يو بي اس، حيث أردنا أن يكون لطلاب لبنان من تلامذة المدارس مساحة تحتفي بالفضول العلمي وتحثهم على التفكير النقدي الهادف. إن كنتوا بأم يو بي اس ولا ما كنتوا، تذكروا أنه في جامعة عمرها 24 سنة، هذه جامعة مميزة بهويتها وبانتماء الوطني. Good morning ladies and gentlemen. Welcome to the MUBS National Science Rally 2024. Please stand up for the Lebanese National Anthem. أنا وزميلتي سارة أبو المنى منرحب فيكم مجدداً بالمسابقة الوطنية للعلوم يلي بينطروها كل المدارس على الأراضي اللبنانية كل سنة كنشاط تربوي وتفاعلي، وهالسنة طالة بميزة جديدة وبنسخة جديدة تحت مظلة المنصة الوطنية للتربية. صحيح رافي، هيدي المنصة The National Education Platform هدفها بناء الجسور وإعطاء الفرص لجميع شرائح العملية التعليمية من طلاب، طاقم تعليمي وإداري ومجتمع. والمنصة ما بتكمل من دون وزارة التربية والتعليم العالي الموجودين بضيافتها اليوم. الوزارة على رأس الوزير القاضي الدكتور عباس الحلبي والمدير العام استاذ عماد الأشقر راعي المسابقة ممثلا بالاستاذ جورج داوود مدير التعليم الأساسي. أهلا وسهلا بالجميع. الحضور الكريم دكتور ربيع بزي رئيس نقابة المدارس الخاصة بلبنان، دكتور منير حمزة الحضور دكتور ربيع بزي رئيس نقابة المدارس الخاصة بلبنان، دكتور منير حمزة عضو مجلس أمناء الجامعة، مدراء وأساتذة المدارس الكرام، الطلاب، زملائنا، أهلا وسهلا بالجميع. رئيس مجلس أمناء الجامعة، رئيس الجامعة، أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. The National Science Rally Competition is organized by the School of Health Sciences at the Modern University for Business and Science.
لهيك حنبتدي بالكلمة الأولى مع دكتور ندى علاء الدين, the Dean of School of Health Sciences. دكتور ندى is a highly accomplished pharmacologist and a specialist in regenerative medicine. دكتور ندى حاصلة على الدكتوراه من جامعة مونريال وأكملت دراساتها لما بعد الدكتوراه بسكريبس ريسيرش انستيتيوت كاليفورنيا, وحيزة على دبلوم بالتعليم الطبي من جامعة سين جوزيف, وعلى البورد الأمريكي بالطب التجميلي من سان دييغو كاليفورنيا. برصيدها العديد من المنشورات العلمية بمجال علاج الخلايا الجذعية والأثار العلاجية والطب التجديدي. بتحمل براءة اختراع بهيدا المجال وحصلت على العديد من الجوائز الرفيعة المستوى. تفضلي دكتور ندى, the stage is yours. حضور الأعزاء, الأساتذة الأفاضل, مدراء المدارس ومدراء ورؤساء الـ MUBS ووزارة التربية, أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم بالساينس رالي أو مسابقة العلوم يلي بتقوم فيها كلية الصحة كل سنة, كلية الصحة بجامعة الـ MUBS. ولكن مثل ما قالت سارة, هيدي السنة بتتميز لأنه هي تحت راية المنصة للوطنية للتربية. وبحب شير أنه هيدي المباراة هي الأولى من نوعها على صعيد مدارس لبنان بالعلوم. نسعى من خلال هيدي المسابقة لتعزيز مهارات التفكير التحليلي للطلاب, تطوير مهاراتهم الذهنية والنقدية, وتعزيز روح المنافسة بشكل إيجابي. كلية الصحة بالـ MUBS بتتميز بأربع اختصاصات: التغذية, التمريض, علوم الصحة, وعلم البصريات. والساينس رالي هو بس مش نشاط الوحيد يلي بتقوم فيه كلية الصحة, ولكن نشاطات عديدة بتقوم فيها مثل مؤتمرات صحية, ويبينارز, أوبن دورز وما إلى هنالك. كلية الصحة من مهامها مش بس إنه تخرج ناس بهيدول الميجرز يعني بالصحة وبالتمريض, ولكن هدفها إنه تعد جيل قادم من قادة الرعاية الصحية والمبتكرين. تلتزم بتغذية المواهب وتعزيز الإبداع وتشكيل مستقبل, حيث تكون الرعاية الصحية مش مجرد مهنة بل دعوة ورحلة مشتركة نحو عالم أكثر صحة ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. أهلا وسهلا فيكم. Thank you, Dr. Nada. تحقيق التميز, التطوير والابتكار, السهر والسعي, الشركات والجوائز العالمية, تحويل النجاح لتفوق, خلق وإعطاء فرص للشباب, السعي الدائم من دون كلل أو ملل لبناء جسور التواصل الداخلية والخارجية بهدف تطوير قطاع التعليم. هيدي العناوين كلها وغيرها من العناوين يلي بتعطينا كل التفاؤل ترمز لرئيس الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بروفيسور نائل علامة. بروفيسور نائل علامة is the founder and president of the Center of Excellence in Research, Education, Cultural Studies and the founder of the Virtual Exchange Program at MUBS, which builds on empirical research in the learning sciences and leverages best practices in technology design to connect students across borders to enable collaborative and cross-cultural learning. Professor Alame is a molecular neuroscientist with research interests in and publications that fall at the intersection of neuroscience, global health, and learning sciences. The stage is now yours, Professor Nal. صاحب الرعاية سعادة الأستاذ عماد الأشقر ممثلاً بالأستاذ جورج داود, السادة أعضاء مجلس الأمناء, رئيس مجلس الأمناء, السادة حضرات النقباء, السادة الأساتذة ومدراء الثانويات والمدارس والمعاهد,
الأساتذة أعضاء لجنة التحكيم، الأصدقاء والزملاء في المنصة الوطنية للتربية، الأهالي الكرام والطلاب الأعزاء. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء وهذه المناسبة التي تحمل معاني مميزة في رزنامة الجامعة الغنية باللقاءات التربوية والثقافية والاجتماعية الهادفة. للمناسبة بعد خاص، إذ أنها انطلقت منذ عقد من الزمن إثر تأسيس كلية العلوم الصحية في الـ MUBS، حيث أردنا أن يكون لطلاب لبنان من تلامذة المدارس مساحة تحتفي بالفضول العلمي وتحثهم على التفكير النقدي الهادف، لتكون مناسبة نضيء فيها على الظواهر العلمية التي تواجهنا في حياتنا اليومية، فنقرب المسافة بين الطلاب وعالم العلوم، عسى أن يكون ذلك حافزا لهم لاعتماد المنهجية العلمية سبيلا وأسلوبا معاشا. إن للقائنا اليوم الذي يشاركنا فيه زملاء من جامعات لبنان هم من خيرة الباحثين والأساتذة الجامعيين في لجنة التحكيم، ومساهمات من علماء وأساتذة من جامعات ومراكز أبحاث عالمية، نذكر منها جامعة أوهايو ستيت، ستانفورد، ومستشفى سين جود في الولايات المتحدة. إن لهذا اللقاء اليوم قيمة مضافة، إذ أنه الأول منذ انطلاق مبادرة وطنية أخرى ذات بعد تربوي ريادي يحمل الكثير من الآمال، ألا وهي المنصة الوطنية للتربية التي تتشارك فيها الجامعة مع ما يزيد عن 130 ثانوية ومعهد من أنحاء الوطن، لنعمل على تثبيت التكامل بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي من خلال تبادل الخبرات والاستجابة للاحتياجات والتحديات في هذا الظرف الصعب الذي يمر فيه وطننا. من هنا أشكر شركائنا في المنصة الذين استجابوا لدعوتنا، شاكرين لصاحب الرعاية الذي قدم كما عودنا ما أمكن من دعم وتشجيع لإنجاح المنصة، هو الذي نراه سباقا للمبادرة والاستجابة لكل مشروع هادف وطني يساهم في تطوير النظام التربوي والعلمي في لبنان، خدمة لشبابنا وشاباتنا الذين يقع على عاتقهم أو تقع على عاتقهم مسؤولية النهوض بالبلد في هذا الظرف الصعب، وهي مهمة تستوجب منا كل الدعم وتضافر الجهود. اسمحوا لي أن أشارككم بهذه المناسبة خبراً نفخر به، إذ أعلن مساء الأمس فوز الجامعة بجائزة زايري International Award for Excellence in Higher Education من مركز Learning Innovation and Customized Knowledge Solutions في دبي خلال مؤتمر مينا هيلث كونفرنس، من بين عشرات الجامعات المرموقة حول العالم، وقد قدمت الجائزة للجامعة لاستعمالها طرائق التعليم والتكنولوجيا الحديثة لربط جامعات لبنان مع جامعات العالم، وتمكين الطلاب من التواصل مع أقرانهم في جامعات عالمية مرموقة. ختاما أكرر شكري لكم والمؤسسات والشركات التي رعت هذا الحفل، ولخريجي الجامعة الذين يشاركوننا احتفالنا اليوم وهم مصدر اعتزاز لنا. كل التوفيق للفرق المشاركة، منوهين بأن وصولهم إلى النهائيات اليوم هو نجاح باهر بحد ذاته. شكرا لكم، أهلا وسهلا. Thank you, Professor. لما يكون في استمرارية لقطاع مثل قطاع التعليم بذل كل هالتحديات اللي عم نعيشها بالبلد، في بيكون في وراها أشخاص مسؤولين عم بيضحوا من وقتهم لتبقى هيدي المؤسسات صامدة. واليوم المسابقة الوطنية للعلوم برعاية شخص من أركان قطاع التربية والتعليم بلبنان، برصيده أكثر من 30 سنة من الجهد والإنجازات بسبيل تطوير وتحسين هيدا القطاع ومواكبة التطور، ووضع خطط عمل استراتيجية بتعزز المكننة، بتحد من البيروقراطية، وكمان بتقلل من التكاليف بالقطاع العام. عم نحكي عن مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ عماد الأشقر، ممثلاً بمدير التعليم العالي أستاذ جورج داوود. أستاذ جورج داوود محامي
تعليمي سابق حائز على دراسات عليا بالإدارة والتخطيط، وعم بحضر كمان الدكتوراه بالقانون الدستوري. تفضل أستاذ جورج. باختصار بدي أقول صباح الخير للجميع، وكلمة من القلب، يعني الجموع تكبر القلب فعلا. السيدات والسادة، الأهالي، الطلاب الأعزاء، أولا أنقل لكم تحيات معالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، وتحيات سعادة المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر الذي كلفني وشرفني بهذا التكليف. اليوم شو فينا نقول لما نشوف هالشيء الجميل؟ بنقول هيدا لبنان، لبنان العلم، لبنان التربية، لبنان الثقافة، لبنان النجاح والتفوق، لبنان حب الحياة، لبنان طير الفنيق، لبنان الجامعات الناجحة ومنها جامعة الام يو بي اس. يعني في ظل هالظروف الصعبة اللي عم يمر فيها لبنان، خاصة قطاع التربية والتعليم، بيكبر قلبنا لما بشوف هالنشاطات الكبيرة اللي عم تقوم فيها الجامعات، وعم تقوم فيها خاصة الجامعة الام يو بي اس عبر المنصة الوطنية للتربية، وعبر اطلاق المسابقة الوطنية للعلوم. هالشي بيخلينا نثبت للكل، لجميع العالم، انه نحن موجودين، نحن ابدا شعب يبقى مناضلا، شعب يهوى الكرامة ويهوى الحياة. نحن اليوم عم نبرهن للكل انه لا، لو مرت علينا ظروف صعبة، بدأت بالاوضاع الصحية لكورونا، لحد ما مرقنا ايضا بالظروف المعيشية الصعبة اللي عم يعيشها لبنان وعم يعيشوها أهالينا، أثبتنا للجميع لا، نحن واقفين ومستمرين بهالنضال، ولا سيما بالرسالة التربوية. أنا بوجه باسمي وباسم معالي الوزير وباسم سعادة المدير العام شكر وتنويه للجامعة، ممثلة بالدكتور رئيس مجلس الأمناء، وممثلة أيضا برؤساء الجامعة والكليات، وإن شاء الله ما أكون نسيت حدا، ممثلة بكل من يعمل ويهوي اليد الفضلة في نجاح هذه الجامعة الذي لها باع طويل في التربية والتعليم، وكيف لا وعلى رأسها دكتور رئيس مجلس الأمناء اللي قعدت معه حوالي ربع ساعة بس، مثل كأنه أعطاني تاريخ وتعلمت منه الكثير. لابد كمان انه انتهز الفرصة واحكي شوي باختصار لو سمحتوا لي عن معالي الوزير التربية عباس الحلبي، هالإنسان الحكيم اللي ترأس الوزارة بأصعب الظروف، ثبت للجميع انه هو رجل المهمات الصعبة ورجل المهمات المستحيلة. في ظل الواقع اللي نحن عايشيه لجميع القطاعات تركتنا، الناضل كان الإنسان الناجح، وكان الإنسان اللي عم ياخذ القرارات ويتخذ الإجراءات في مكانه وفي محله، بظرف وقفت فيه الأعمال في كل القطاعات العامة في البلد والوزارات، بقيت وزارة التربية مستمرة بعملها وبعطاءاتها وبنجاحاتها، وأجرت الامتحانات الرسمية بنجاح، وما تزال تستمر بهذا العمل لأنه الموظفين فيها أحبوا هذا الرجل لإخلاصه ولتفانيه في سبيل نجاح الوطن وأيضا نجاح الجامعات ونجاح المدارس والمعاهد السنوية بقطاعها الخاص والرسمي. كمان لابد لي أن أوجه كمان تحية لسعادة المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر اللي هو ابن الإدارة، مثل ما ذكرنا له 30 سنة بوزارة التربية، له الباع الكبير والطويل في هذا الشأن، منه كمان عم نتعلم أمور كثيرة، ومن وقت ما استلم مهامه شفنا الحركة الجدية وشفنا التواصل ما بين الوزارة وما بين القطاعات الأخرى، منها القطاعات التعليمية وغير التعليمية، وهذا شيء إن كان بدل أنه نحن نبقى ومستمرين.
وبتمنى لهذا النشاط لهذه المسابقة أن الغير ياخدوها مثال لألون ويرجعوا كمان نعيش مثل ما كنا سابقا بذهنية لبنان النجاح وليس فقط النجاح، لبنان النجاح والتألق والتفوق. ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله ألف مبروك للفائزين. أستاذ جورج، حبينا من جامعة الام يو بي اس نقدم لك لوحة عملوها طلاب الجرافيك ديزاين. مستدعي استاذ طلال ملاعب، The National Education Platform Coordinator، دكتور فراس عزام هو from the School of Health Sciences، ليقدموا لك هيدي اللوحة، شغل طلاب الام يو بي اس from the Graphic Design Department. سارة، أكثر من 100 مدرسة شاركوا بالمرحلة الأولى من المسابقة الوطنية، بس 16 منهم تأهلوا، وهال 16 مدرسة هن من مختلف المناطق اللبنانية، ومعنا أنتوا معنا اليوم. زقفة كتير كبيرة لإلكن لجهودكن، وهلا بحماس كتير كبير بدنا نرحب بكل مدرسة بمدرستها. منبلش بمدرسة رعوم بابليك هاي سكول ورجاء كوليدج. كفير هاي سكول وأنتلياس هاي سكول. جرين هيل سكول. هيدي جروب سي وليسي اوفيسيال جميل لحود. اما بجروب دي بيروت انترناشونال سكول. النجاح نيو كوليدج. جروب اي لبنانيز كوليدج. وبتغرين اوفيشال هاي سكول. جروب اف ساجاس هاي سكول. ودامور اوفيشال هاي سكول. جروب جي تشاريتي هاي سكول. ومشغرة هاي سكول. اما بجروب اتش جراند لسي شاهين. وانتوناين سيستر سكول غزير. ومثل ما سبق وقلنا الام يو بي اس ناشونال ساينس رالي بنكهه جديده هيدي السنه. صحيح رافي، تم اختيار المدارس بلايف وذ درو، سحبنا الاسماء لايف درو، سحبنا الاسماء على سوشيال ميديا بلاتفورمز وحطينا كل مدرستين بمجموعه. بالاضافه لهيدا الشيء رح تضم تنضم كل مدرسه، كل المدارس وكل مدرستين رح يتنافسوا مع بعض بفيرست اند سكند ليج، يعني مثل الذهاب والإياب بالفوتبول. هيك عم نشوف على الشاشة هون، يعني كل مدرسة رح تعمل راوند 1 وراوند 2، صح؟ مزبوط 100%. والرابح بالتو لاج توي رح يتأهل للكوارتر فاينل، ورح يكونوا تقريبا 8 مدارس مؤهلين معنا للمرحلة الثانية. وبالسيمي فاينلز حيكون في 4 مدارس والربحين، ومن هالأربعة بيلعبوا ضد بعض بالفاينلز، بينتقل للسيمي فينال لمدرستان، وبالاخر رح ننتقل ل الفاينل. سوري، الاربعه بالسيمي فاينلز صح، وبالفاينلز حيلعبوا مدرستين وحيرجعوا يتنافسوا على المركز الثالث والرابع بالبرونز فاينل. والفاينل رح يلعبوا اكيد مع بعض، ورح نتوج اليوم مدرسه معنا تتكون هي يعني متاهله نمبر 1 بين كل المدارس اللبنانيه لسنة 2024. صحيح. وهلا أكيد سارة ما بدنا ننسى إنه بالمسابقة في قوانين. صحيح. ولجنتنا الكريمة رح بتكون الحكم بتقييم الإجابات وجمع العلامات وتقديم معلومات إضافية إذا احتجنا. صحيح.
So, ladies and gentlemen, please welcome with me our esteemed jury members, Dr. Frederick Harib. Dr. Frederick is a highly accomplished professor at the Faculty of Medicine of the University of Belmont, where he has made significant contributions to the fields of biology and biophysics. He earned his PhD from Aix-Marseille University, after which he served as an assistant professor at the Faculty of Sciences of the Lebanese University. Dr. Harib has an extensive experience in academia, having held various administrative roles, including vice coordinator of the neuroscience graduate program and deputy director. اهلا وسهلا فيك دكتور فريدريك. Dr. Ahsan Ayoub. Dr. Ahsan Ayoub is an associate professor at the Lebanese University Faculty of Public Science, Section 4 in Zahle. He earned his PhD degree from the University of Connecticut, USA in 1995, majoring in pathobiology and a specialty in immunobiology. He started his career at the Faculty of Sciences in Hadas. He was the director of the Faculty of Public Health in Zahle for 3 years, from 2021 to 2024. He was the head of the Department of Nursing Sciences and the head of the Physiotherapy Department. He also served as a member of the University Council in the Lebanese University and the member of the Biology Committee at the Civil Board Council. أهلا وسهلا فيك مجدداً دكتور إحسان. أما دكتور نور الشعيب من أهل البيت, she's a faculty member at MUBS. Dr. نور الشعيب attended the Faculty of Pharmacy at the Lebanese University, where she graduated with a doctor in pharmacy degree. As a pharmacist, Dr. Shaib strives to provide comfort and care for her patients through careful formulations of treatments that could potentially save their lives. She started as a clinical pharmacist at Rafiq Hariri University Hospital, where she used to make custom formulations of products according to patients' needs. At the hospital, she also served as a consultant of therapeutic needs, especially for patients with complications. أهلا وسهلا فيك دكتور شايب. هلا خلينا مع المدارس, بكون تركزوا كتير منيح معنا تنرجع نعيد القوانين وتفهموا علينا أكتر. قوانين المسابقة, بكل راوند في 5 أسئلة, شوا ملتيبل أو ملتيبل تشويس. المشتركين من كل من الفريقين بيجاوبوا عليها بنفس الوقت. رح يكون مع كل جروب يا سارة في لابتوب قدامهم, عم يجوا الأسئلة قدامكم على الشاشة, ونحن كمان رح نقرأ بالفرنش وبالإنجليش تيكون مسهلين للاثنين. مزبوط. وكمان معهم 20 ثانية, ونحن عم نحكي السؤال في 20 ثانية عم تمرق على الشاشة ليجاوبوا, وبهيدا الوقت مع كل إجابة صحيحة الفريق رح يحصل على نقطتين. بس كمان الفريق اللي جاوب أسرع بيحصل على نقطة إضافية إذا كان جوابه صح. يعني لازم نجاوب صح ونجاوب أسرع من الفريق اللي قبلنا تنقدر نحصل على نقطة زيادة من النقطتين اللي نحن عنا إياهن. مزبوط. هلا بس أهم شيء في حال الجمهور, اوع جربوا تساعدوا المشتركين اللي هون اللي على البوديوم, ونعادت هيدا الشيء كذا مرة. رح نضطر إنه المدرسة اللي بتكون عم تشاغب بهيدا الأمور رح نظهرها من المسابقة. إن شاء الله ما بتصير. كلنا بدنا ننبسط, كلنا عنا روح رياضية, وأكيد بدي لكم شغلة إنه كلكم ربحانين بمجرد وصولكم من بين 100 مدرسة وأكثر, لأنتوا وصلتوا اليوم لهون وطلعتوا على البوديوم. رافي ما بدنا نخبرهم عن البرايزز؟ أكيد يلا. أوكي. كل المركز الأول والثاني رح يحصلوا على كاش برايسز مقدمين من ويش ماني. المدرسة اللي بتحصل على المركز الثالث رح تربح جايزة بقيمة $300 بالإضافة للتشوكلت بوكسز. أما الرابح بالمركز الثاني فالجايزة حتكون $400 وهاتفونز. أما الرابح بالمركز الأول رح يحصل على $700, يعني ياريت أنا مشترك تأربح بالإضافة لدينر فاوتشرز تقدمت باتشي. أما هلأ مستعدين؟
اعطوني زقفة كتير كبيرة اعلى 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 اعلى. هيك بده يكون الحماس وهيك بدنا لو خسرته نبقى قاعدين منحمس المدرسة اللي منحبها، ما بعرف جارتنا حي الله شي، بس بدنا نضلنا بهذا الحماس. رحبوا معنا على المسرح بأول مدرستين بالراوند وان الارعون بابليك هاي سكول ورجاء كوليدج. تفضلوا. اوكي ورافي كمان بدنا نشوف مثل ما عم تشوفوا على السكرين هون، تحت كل مدرسة في البوينتس وفي الانسر تايم، يعني انتم بتعرفوا مين الفريق جاوب اسرع وشو كان جوابه اذا صح او غلط. وحنعرض بالاول جوري ممبرز هن حيفرجونا الجواب الصحيح وبترجع بينعرض على الشاشة. سو حنبلش بكويستشن نمبر 1. اوكي، to which class of compounds does the molecule CH3 CH2 or CH3 belong؟ À quelle classe de composé appartient la molécule CH3, CH2 ou CH3? جاوبوا اثنيناتهم صح؟ So الجواب الصح هو D. منشوف انه جاوبت صح مدرسة أرعون وجاوبت صح مدرسة رجاء كوليدج. ليه أخذوا علامة زيادة؟ لأنه سبقون شوي بالوقت. صح. سو الوقت عم يلعب دور كتير كبير. أوكي. نمبر 2. An enzyme is destroyed at the temperature of. Une enzyme est détruite à une température de. D. Question number 3. Which of the following animals is a carnivore? Parmi les animaux suivants, lequel est carnivore? مع لجنة الحكم منشوف الجواب B. B. Question number 4. What is the SI unit of mass? Quel est l'unité SI de masse? الجواب مع لجنة الحكم A كيلوغرام. الأرعون هي تتلبكت شوي، يلا بنرجع. Number 5. Which part of the eye controls the amount of the light entering the eye? Quelle partie de l'œil contrôle la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil? Letter A is the right answer. لكن راوند 1 خلصت، بس انتو بعد ما بين شيء رح يكون في راوند تاني تلعبوا بال فيكم ترجعوا هلا بنرجع لمحلاتنا بنزقف لهم زقفة كثير كبيرة. نستدعي على المسرح كفير هاي سكول وأنتلياس هاي سكول. جمهور أنتلياس كبير. اوكي انزيمز ار les enzymes sont لازم نجاوب بعد في 10 ثواني. الجواب الصح منشوفه مع لجنة الحكم دي دي. ما في جواب صحيح. Question Question number 2. Which of the following compounds is mainly used in hand sanitizers? Lequel des composés suivants est principalement utilisé dans les désinfectants pour les mains? Antelias High School أخذت ثلاث علامات. Question number 3. Where does gas exchange occur in the lungs? Où se produisent les échanges gazeux dans les poumons? Hudu, please. A is the right answer. جاوبوا بطريقة صحيحة. Question number 4.
Which of the following is considered a poor conductor of electricity? Lequel des éléments suivants est considéré comme un mauvais conducteur d'électricité? C is the right answer. الحلو انه اثنيناتهم عم يجاوبوا بطريقه صحيحه. مزبوط. Question number 5. In which part of the eye are photoreceptor cells located? Dans quelle partie de l'œil se trouvent les cellules photoreceptrices? B is the right answer. Thank you. نرجع لمحلاتنا. رافي نستدعي على المسرح Green Hills School. وليسي اوفيسيال هاي ليسي اوفيسيال جميل لحود. Okay, question number 1, تفضل رافي عندك. Lequel des composés suivants est susceptible d'avoir des liaisons covalentes? Which of the following compounds is likely to have covalent bonds? Covalent bonds. C is the right answer. شو لا جاوبته صح؟ جاوبته صح. Question number 2. تفضل رافي. Parmi les éléments suivants, lequel est le plus gros os du corps humain? Which of the following is the largest bone in the human body? D is the right answer. Question number 3. A plant cell wall is mainly composed of. Une paroi cellulaire végétale est principalement composée de. الجواب مع لجنة الحكم. B. Question number 4 عندك رافي. La variation de la vitesse d'un objet avec le temps s'appelle. The change of an object's velocity with time is called. D. D. Question number 5. Laquelle des couleurs suivantes n'est pas une couleur primaire de la lumière? Which of the following is not a primary color of light? Light. جواب صح هو البي. Thank you Green Hills. Thank you Liste Officiel. نستدعي على المسرح بيروت انترناشونال سكول والنجاح نيو كوليدج. منحب نذكر انه بس يطلعوا التلاميذ على البوديوم عم يصير شوية هيك بخافوا شوي بتلبكوا. سو ساعدون حمسون عطون موتيفيشن. هنبتدي مع question number 1 please. بنرجع للهدوء. All organic molecules contain. لجنة الحكم الجواب هو A. Question number 2. What is the name of the green pigment found in plant cells that is responsible for photosynthesis? Question number 3. What is the name of the process by which organisms produce offspring that are genetically different from themselves? Question number 4. Which type of energy is directly proportional to the velocity of the object? And the answer is C. أما السؤال الخامس بهيدي الجولة فهو
Which photoreceptor cells are responsible for color vision? جواب الصحيح هو B. Thank you Beirut International School and النجاح. وهلا رح نستقبل Sagesse High School. مش Sagesse. لا. نستقبل Lebanese College and Tighrin Official High School. Question number one. نرجع للهدوء. Comment appelle-t-on un atome qui contient plus de protons que l'électron? What do you call an atom that has more protons than electrons? Si. السؤال رقم اثنين. Comment s'appelle la jonction entre deux neurones? What is the junction between two neurons called? Question number three. What name is given to the branch of medical science concerned with the study of cancer? Quel nom donne-t-on à cette branche de la science médicale chargée de l'étude du cancer? D is the right answer. Question number three. عندك, four, le phénomène de division d'un faisceau lumineux en ses sept constituants s'appelle The phenomenon of splitting a beam of light into its seven constituents is called والسؤال الخامس. What is the function of the optic nerve? Quelle est la fonction du nerf optique? B is the right answer. Thank you Lebanese College. Thank you Tighrin Official High School. وهلا بنستقبل Sagesse High School ودامور Official High School. Question number one. What is the formula for a compound composed of Ca2 ions and PO4 3- ions? Quelle est la formule d'un composé d'ion Ca2+ et d'ion PO4 3-? جواب هو C من لجنة الحكم. Question number two. What is the name of the process by which organisms convert light into chemical energy? Quel est le nom de processus par lequel les organismes convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique? D is the right answer. And question number three, عندك رافي. Quel est le terme désignant un diagramme qui montre l'héritage génétique d'un trait particulier au sein d'une famille sur plusieurs? What is the term for a diagram that shows the genetic inheritance of a particular trait within a family over several generations? And the answer is D. Question number four. Which of the following lights has the highest frequency? Laquelle des lumières suivantes a la fréquence la plus élevée? B is the right answer. Amma question number five. Which of the following best describes nearsightedness? Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la myopie? A is the right answer. Thank you, Sagesse High School. Thank you, Damour Official High School.
وهلا رح نستقبل تشاريتي هاي سكول ومشغرة هاي سكول. Question number one. بس تيقعدوا ياخذوا نفس. Okay. What do the following have in common? 17 CL- 18 AR and 19 K+. Qu'ont en commun les entités suivantes? CL 17, AR 18 ou K 19? الجواب هو مع لجنة الحكم دي نمبر الالكترون. What which of the following is the largest artery in the human body? Laquelle des artères suivantes est la plus grande artère du corps humain? A is the right answer. Number 3 عندك رافي. Où trouve-t-on le xylem et le phloem? Where are the xylem and the phloem found? C is the right answer. Number 4. Sound waves move fastest in. Les ondes sonores se déplacent le plus rapidement dans. A is the right answer. 5. Which of the following English words originate from the Arabic language? Lesquels des mots suivants proviennent de la langue arabe? Thank you, Charity High School and Mashghara High School. بالفيرست لاج المدرستين بالمجموعة الأخيرة هن جراند لسي شحيم and أنتوناين سيستر سكول غزير. Ready? Question number one. Elements in group 18 are called. Thank you. Thank you for saving me. I'm about to add. The answer is B. And Dr. Harb. Cellulose is a... A is the right answer, and Dr. Noor. Number 3, organs of the respiratory system include. Question number 4. To ensure traffic safety, wide angle mirrors are usually placed to permit wide angle view, especially at hidden corners. What is the type of these mirrors? Question number 5 بآخر مجموعة. What is the most abundant protein in the human body? Collagen is the right answer. Thank you, Grand Lycée Shahim. Thank you, Antonine Sisters School Ghazir. هلا اوكي رح نذكر بالجوائز. لكن عنا بالمركز الاول $700 من وش ماني بالاضافه لدينر فاوتشرز من باتشي، بالمركز الثاني عنا $400 بلس هيدفونز، وبالمركز الثالث عنا $300 بالاضافه لتشوكليت بوكسز. نشكر كل السبونسرز، وكمان بنحب نضوي على نقطه انه السبونسرز موجودين معنا هون مقدمين من الومناي خريجين الام يو بي اس، وهيدا شيء بنفتخر فيه.
حنستدعي مجددا المدارس نفس الجروبات اللي كنا موجودين فيهم بالسكند لاج مثل ما بيقولوا بال اياب exactly. وصار انا بحب ذكر كمان وقول للتلاميذ انه بعد ما صار شيء هيدي الراوند يلي بتحكي واللي بتحسم مين بعد فيكم تعدلوا وبعد فيكم تعملوا فرق كتير كبير. التركيز كتير مهم. وهلأ بدنا ندعي على المسرح رعون بابليك هاي سكول ورجاء كوليدج. Question number one. Which of the following compound names is not correct? Lequel des noms de composés suivants n'est pas correct? Answer is A. Question number two. Which type of protein structure describes the order of amino acids in a protein? Quel type de structure protéique décrit l'ordre des acides aminés dans une protéine? نينيتون جاوبوا وجاوبون A. A. عندك رافي. Question number three. Laquelle des glandes suivantes est appelée glande maîtresse et régule de nombreuses autres glandes endocrine. Which of the following is called the master gland that regulates many other endocrine glands? The answer is B. Number four. Fehling's test indicates the presence of. Le test de Fehling indique la présence de. C is the right answer. Number 5 عندك رافي. هدوء لو سمحتوا. À la maison, lorsqu'une lampe ne s'allume pas alors que les autres restent allumées. Quelle est la raison de ce phénomène? At home, when a lamp fails to light while the others remain working, what is the reason behind this phenomenon? B is the right answer. Thank you, Iraun Public High School. Thank you, Raja College. ننطر شوي تنرجع بعدين نعرف النتيجة بين المدرستين. هلا بدنا ننسحب لمحلتنا ومننتقل ل كفير High School and Antilles High School. فير لهون وأنتلياس على الجهة الثانية. أنتلياس هيدي المال، كفير هيديك المال. تفضل رافي. رح بلش. À quelle classe de composé appartient la molécule CH, CH2, CH3 NH2. To which class of compounds does the molecule CH3, CH2, NH2 belong? D is the right answer. Number two. Which of the following elements is the most electronegative? Lequel des éléments suivants est le plus électronégatif? And the right answer is C. Numéro 3. Question number Comment 3. S'appelle la valve située entre l'oreillette droite et la verticule droite? What is the valve located between the atrium and the ventricle called? B. Question number 4. What is the smallest bone in the body called? Où se trouve la plus petite os du corps? Question number 5. عندك رافي. Sorry. Numéro 5. Lequel des éléments ci-dessous a la vitesse la plus rapide?
Which of the follow? Which of the below has the fastest velocity? Thank you, Kfir High School. Thank you, Antel Yes High School. ننتقل. برافو لكل المشتركين. وهلأ بدنا ننتقل لمدرسة ليسي أوفيسيال جميل لحود. And Green Hill School. ليسي هون Green Hills على جهة تانية. بدنا حماس يلا. Question number one. Which of the following molecules experience dipole-dipole forces? لكل des molécules suivantes subit des forces dipole-dipole. جواب A. Number two, which of the following formulas represents a ketone? Laquelle des formules suivantes représente une cétone? B is the right answer with Dr. Noor. Number three, which of... Laquelle des cellules suivantes est responsable de la sécrétion de l'hormone glucagon? Which of the following cells is responsible for the secretion of glucagon hormone? A is the right answer. Question number four. What is the average lifespan of a red blood cell? Quelle est la durée de vie moyenne d'un globule rouge? 120 days. C. Number five. Lesquelles des composants suivantes ne devraient pas être connectées en série dans un circuit? Which of the following components should not be connected in series in a circuit? The right answer is A. الجواب A. Thank you, Lycée Officiel Jamil Lahoud. نشكركم. في تعادل لحظة لحظة في تعادل. أوه. شو؟ اوكي لا. هو كان عم يحمسكم شوي تضلكم اكثر معنا نشكركم. اوكي اذا في كان تعادل بين الفريقين بالتو لاجز كنا رحنا لاكسترا كويستشن. اوكي ما في تعادل ننتقل ل راوند 2.4 مع بيروت انترناشونال سكول النجاح نيو كوليدج. اوكي رح نبدا بكويستشن نمبر 1. Which colorless gas has a strong odor of rotten eggs? مزبوط. And the right answer is B. 2. Atoms of the same chemical element but with different atomic masses are known as what? D is the right answer. Question number three. Which hormone is responsible for the stimulation of red blood cells? C is the right answer. Number four. Which of the following blood groups is a universal recipient? C is the right answer. Question number five. An object has a mass of 35 kilograms on Earth. What will its mass be on the moon? C
is the right answer. So, thank you, Beirut International School and Najah New College. وهلا بدنا نستدعي على البوديوم Lebanese College and بتغرين Official High School. رافي، مثل ما لاحظتوا انه نحن عم نكون اسئله عم نقولها بالفرنش وبالانجلش الا اذا كان في عنا التو سكولز اون ستيج انجلش، بس بنقول الاسئله بالانجلش لانجويج. اوكي هنبدا مع question number 1. What is the name of the element that has the symbol B? Quel est le nom de l'élément qui porte le symbole B? هينا السؤال. B is the right answer. قلت لكم هي. Question number 2. What is the term given to a fatty acid that has more than one set of double bonds between carbons? Quel est le terme donné à un acide gras qui possède plus d'un ensemble de doubles liaisons entre les carbones? Question number 3. What is the name of the process by which DNA is converted into RNA? Quel est le nom de processus par lequel l'ADN est converti en ARN? Question number 4. What is the name of the process by which a caterpillar transforms into a butterfly? Quel est le nom de processus par lequel une chenille se transforme en papillon? عندك رافي. Question number 5. Lequel des dispositifs optiques suivants utilise la réfraction pour faire diverger les rayons lumineux? Which of the following optical devices uses refraction to diverge light rays? And the answer is A. Thank you, Lebanese College. تغرين Official High School. وهلا بننتقل لمدرستين. أول مدرسة Sagesse High School. تاني مدرسة دمور Official High School. Okay, وأول سؤال. What is the symbol of the element magnesium? Quel est le symbole de l'élément manganèse? Please, هدوء. المدرستين جاوبوا وجاوبهم صح. B مع دكتور حرب. Number 2, عندك رافي. La substance NH3A is the substance NH3AQ. Answer is letter D. Numéro 3. Comment s'appelle l'étude des champignons? What is the study of fungi called? Fungi called. C is the right answer with Professor Professor Ayoub. Question number 4. What is the name of the process by which cells specialize to perform specific functions? Quel est le nom de processus par lequel les cellules se spécialisent pour remplir des fonctions spécifiques? A. Numéro 5. عندك رافي. Quelle est l'unité SI de la longueur d'onde? What is the SI unit of wavelength? جواب
D is the right answer. Thank you, Sagesse High School. Thank you, Damour Official High School. نستدعي على المسرح Charity High School, Mashghara High School. مشغرة هاي سكول و تشاريتي هاي سكول. عدو خدوا نفس. السؤال الأول: How many single bonds are typically formed by the element N? Combien de liaisons simples sont généralement formées par l'élément N? And the answer is Dr. C with Professor Ayoub. Numéro 2. Lesquels des acides suivants ne se trouvent normalement pas dans les aliments ou les boissons? Which of the following acids is not normally found in foods or beverages? So A is the right answer. Number 3. What is the name of the process by which organisms break down glucose to release energy? Quel est le nom de du processus par lequel les organismes décomposent le glucose pour libérer de l'énergie? So C is the right answer. Number 4, عندك رافي. En dominance incomplète, le phénotype des hétérozygote. Ma bad. Alhamdulillah, an English educated. An incomplete dominance. The phenotype of heterozygote. Zygote. كمان ما مهم هن جاوبوا مشغلة جاوبوا طريقة صحيحة. برافو. Charity High School. Numéro 5. Metals can conduct electricity because they have what? Les métaux peuvent conduire l'électricité parce qu'ils ont quoi? الجواب هو مع لجنة الحكم B. B. Thank you. ننتقل لآخر مدرستين معنا اليوم. صحيح. Thank you. بهيدن راوند أكيد. Thank you مشغرة هاي سكول ومنستقبل على المسرح. Grand Lycée Shahim and Antonine Sister School Ghazir. Antonine Sister School. هيدي المال. وهيدي الراوند رح بتكون بالإنجليش. كلها بالإنجليش صح. انتو اتنيناتكم English, right? Okay. Which of these molecules has a violation of the octet rule? C is the right answer. What is the symbol of the element silicon? A is the right answer. قبل ما نكفي بليز بدنا نرجع ندعي الجميع للهدوء. Question number 3. Which of the following parts of the brain is responsible for balance and posture? B is the right answer. Question number 4. Which of the following vegetables is not scientifically classified as a vegetable? C is the right answer.
Question number 5. Which principle explains why ships float in water? B is the right answer. Okay, thank you so much. وهيك منكون نهينا our round لكل المدارس. زقفة كتير كبيرة لألكن لجهودكن ولسقفتكن، لأنه هيدا عن جد شيء كتير كبير انتو عملتوه والله. برافو للجميع، نحن we're so proud of you. هننطر دقايق رافي فرمال نعلن النتيجة ومين المدارس اللي تأهلت للكوارتر فاينل ونعرضها على السكرين. اوكي، وتأهل بالكوارتر فاينل 1 بأول مجموعة رجاء كوليدج. تاني مدرسة تأهلت معنا أنتل يس هاي سكول. جرين هيل سكول. النجاح نيو كوليدج كمان تأهلت معنا. لبنانيز كوليدج. ودامور اوفيشال هاي سكول بتتأهل كمان معنا. مشغرة هاي سكول. وأنتوناين سيستر سكول غزير. مبروك للجميع. نحن منحب نقلكن اللي ربح ربح أكيد بجدارة بتفوق، عنده ثقافة ودرس منيح، بس مش يعني الباقيين ما درسوا، بس انتو كنتوا شوي اشطر. اللي خسروا انتو ما خسرتوا اكيد، انتو ربحتوا لانتو وصلتوا معنا لهيدي المرحلة. سو حننتقل للكوارتر فاينل، وبأول مجموعة بدنا نستدعي على المسرح رجاء كوليدج اند أونتاريوس هاي سكول. نرجع للهدوء. هيدي مرحلة أصعب شوي من المرحلة اللي سبقت، فلهيدا السبب منهدى كلنا سوا ومنبلش بالأسئلة. Question number one. What is the name of the compound CH3CH3CH32؟ Quel est le nom du composé CH3CH3CH32؟ And the answer is C. سؤال الثاني. تو، تفضل رافي. Quel est le nom de la protéine associée à la molécule l'ADN dans la structure chromosomique? What is the name of the protein associated with the DNA molecule in the chromosome structure? B is the right answer. دكتور إحسان حيخبرنا أكثر شوي صغيرة عن هيدا الجواب. يعطيكم العافية. Thank you for inviting me, and I'm really excited to be with you for this event. For histones, we know that eukaryotic cells, such as human cells, the DNA is wrapped around these proteins, just like a bead, مثل المسبحة. And for example, bacterial DNA lacks histones. Histones are essential to package the DNA in structures called nucleosomes so they can fit in the nucleus. Because human cells are called eukaryotic cells. يعني عندهم a true nucleus, true nuclear envelope. Histone is gaining more and more and يعني attention due to what we call now epigenetics. In other words, they play an important role in controlling transcription of the DNA. And we know that transcription of DNA of genes is not only a mechanism of DNA itself. It's rather affected by environmental factors. For example, diet, toxins, hormones play an important role in transcription and even in mutation and the development of some diseases such as cancer. So that's about histones. Thank you. Thank you.
رافي، هيدا السؤال رح يطرح تطرحه تلميذة من School of Health Sciences. رح نتركها تعرف عن حالها وترجع تحكي السؤال. تفضلي. Hello, Rabab Hamdan, Nutrition Department. The question is, which of the following foods contains cholesterol? Which of the following foods contains cholesterol? جواب منشوفه مع لجنة الحكم. بي. بي. Question number four. تفضل رافي. Qui est considéré comme le père de l'évolution? Who is considered the father of evolution? الجواب عم يطلع على الشاشة. مع لجنة الحكم ودكتور حرب. آخر سؤال بدنا نركز كتير منيح. Question number five. What is the phenomenon where two or more light waves superimpose to form a resultant wave of greater, lower or the same amplitude? Quel est le phénomène par lequel deux ou plusieurs ondes? Antilles, بتكون عم تتأهل معنا. اتأهلت معنا أنتلياس يعني ونزقف لها زقفة كتير كبيرة. سارة كمان منقول للمدرسة. Thank you رجاء كوليج for being with us. We're so proud of you. كتير انبسطنا بوجودكم. ننتقل لراوند QF2 مع Green Hills and النجاح New College. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Green Hills School, بنقعد هديك الميلة. النجاح نيو كوليدج بنقعد هيدي الميلة. وهيدي الراوند كلها باللغة الإنجليزية. وأكيد كمان أكيد رافي بدنا نقول إنه بليز منطلب بالمدارس ما يغادروا، بنطلب منهم يضلوا، especially رح يكون في كمان كافي بريك من بعد هيدا الراوند. So please نتمنى عليكم تبقوا معنا. So question number one. Balance the following chemical reaction. Mg plus O2 MgO. And the right answer is A. Question number two. Which of the following is a function of the ribosomes? B is the right answer. Question number three. What is anorexia nervosa? And the right answer is A. Dr. Noor حتخبرنا أكثر عن هيدا الجواب. Hi. Hello. أول شيء بدي أقول أنه أنا كتير سعيدة يكون معكم اليوم بهالإيفنمان الحلو والمهم اللي عم بيصير، ومبسوطة كتير بالطلاب وبحماسهم. رح أحكي بس هيك بغاف يعني عن الـ eating this عن الأنوركسيا. أنوركسيا نيرفوزا اللي هو is an eating disorder. It's a severe mental disease. بالأنوركسيا عنا الـ individual, the anorexic individual عنده خوف كتير كبير to gain weight. So that's why بيروح extreme بكل شيء، يعني extreme in exercise, بالسبورتس، extreme in limitation of calories and food.
they can even take laxatives to induce diarrhea ليخسروا بنظرهم انه بيخسروا وزن اكثر and they can also make themselves sick من وراء ال vomiting بيعملوا they induce vomiting also so it's a severe mental disease to be treated. They are not fully understood, but there are things that increase the risk of anorexia. في عنا منهم ال genetic factors اللي هنا it might run in the family. حدا من ال members of the family عنده هيدا ال disease. We have to add كمان the cultural factors. خصوصي هلا اللي عم نشوفه على social media promoting the ideal body image. So هيدا الشيء كمان عم بخلي بركي اليوث أكتر يروحوا صوب to come in to بشي بإكستريم يعني بالإكستريم. So that's it. Thank you. أما هلأ مننتقل لquestion number four. Who is the father of genetics? And the answer is with Dr. Harb A. سؤال الخامس رح يكون كمان من student from the SHS. هاي اسمي جوزيف بربيري ومن الاوبتومتري انا اوبتومتري. So the question is when a beam of light propagates from medium 1 high index of refraction to medium 2, low index of refraction. The speed of light will. Thank you, Joseph. And the right answer is A. منكون هيك خلصنا من المرحلة QF2 ومبروك النجاح. New College, thank you Green Hills. كتير انبسطنا بوجودكم معنا. We're so proud of you. نرجع منذكر انه انتو اصلا وجود كل المدارس هون هو انجاز كتير كبير. المدرستين اللي رح يطلعوا على البوديوم هلأ كرمال يتبيروا سوا هن. Lebanese College and the Moore Official High School. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights. Okay. تفضل رافي مع question number one. Please, بدنا نهدى شوي تنسمع تيسمع الطلاب. Numéro 1. Quel est le nombre d'oxydation du chlore dans le perchlorate de sodium? So what is the oxidation number of chlorine in sodium perchlorate ClO4? And D is the right answer. Number 2. What part of the brain has thermoregulation function? Quelle partie du cerveau a une fonction de thermoregulation. And the right answer is C. Number 3. تفضل رافي. Que sont les probiotiques? What are probiotics? Probiotics, I'm sorry, probiotics. And B is the right answer. Numéro 4. Number 4 كمان مع another school of health sciences. Sorry, doctor. لا, sorry. تفضلي. Hello, hiya Hamze. I'm a second year nursing student and the question is who is considered to be the father of medicine? Thank you, hiya. هيدا كتير هين. أكيد الكل بيعرفه يعني. الجواب دي رافي دي. أوكي. Question number 5. When the sum of external forces is equal to zero, a body will be at rest or in motion with constant velocity. Which law can be applied in this case? Lorsque la somme des forces extérieures est égale à zéro,
جاوبوا اثنيناتهم. منشوف الجواب مع لجنة الحكم. And the answer is A. وبيتأهلوا معنا للسيمي فاينلز لبنيس كوليدج. برافو. بدنا نقول للدمور هاي سكول فرقت على شيء كتير بسيط. صحيح. يمكن السرعة بتلعب دورة بهيدي الأثناء. فبدنا نكون كتير مركزين. هلأ المدرستين اللي رح يطلعوا معنا على البوديوم هن مشغرة هاي سكول وأنتوناين سيستر سكول غزير. أنتوناين بيجوا على ميلتي ومشغرة بيروحوا على ميلة سارة. Are you ready? So, question number one. After the following equation is properly balanced, what is the coefficient in front of O2? Une fois l'équation suivante correctement équilibrée, quel est le coefficient devant O2? الجواب مع لجنة الحكم A. Question number two. How many bones are there in the human body? Combien d'os y a-t-il dans le corps humain adulte? جاوب بطريقة كتير سريعة المدرستين. أما الصح الجواب الصح B. نيناتهم جاوب بطريقة صح. سؤال الثالث مع كمان a public health student. تفضلي عرفي عن حالك. Hello, my name is Jana Hamada. This is my second year as a public health student. Which microorganism is commonly found in chicken and eggs? And the answer is C. Numéro 4. Qui a inventé la première batterie? Who invented the first battery? A. A is the right answer. هيدا السؤال كتير دقيق. في تعادل رافي؟ لا ما في تعادل. بعد في. سؤال number five. What is the coldest possible temperature in the universe? Quelle est la température la plus froide possible dans l'univers? جواب مع لجنة الحكم. B. الأعصاب. B is the right answer. وبترجع بتتأهل أنتوناين سيستر سكول غزير. لا بس لحظة رافي. لآخر. دكتور حرب رح يخبرنا أكثر عن هيدا ال. Thank you. So, first of all, I want to thank the organizing committee and all the members of MUBS for giving us this opportunity to participate in this event. So, just to explain a little bit this, the final question, the absolute zero, which is the minus 273 degrees Celsius, is effectively equals to zero Kelvin. And this is the lowest temperature that in the universe we can find, where all the atoms and molecules cannot diffuse or move whatsoever. We are trying to reach this kind of temperature with lowering techniques like using liquid nitrogen and so on and so forth, but this is something that we didn't achieve yet on Earth, but hopefully we can maintain and we will achieve this kind of temperature. So thank you. رافي نحن قبل ما ناخد البريك رح نعلن مين اللي تأهل على السيمي فاينلز. Are you ready؟ أربع مدارس نحن بدنا نعلن بس أصلا عرفوا حالهم يعني أكيد طلعت النتيجة قبل بس رح نعلن
أربع مدارس رح يتأهلوا معنا بس الباقيين ما فيهم يفلوا أكيد لازم يبقوا معنا So من الكوارتر فاينل 1 أنتليس تأهلوا معنا كوارتر فاينل 2 راوند النجاح نيو كوليدج كوارتر راوند كيو 4 كيو اف 4 أنتوناين سيسترز سكول غزير وبالكيو اف 3 لبنانيز كوليدج ألف مبروك وحناخد هلا ندعي الجميع قبل ما ناخد بريك بدي من كل التلاميذ هيدا اللي صار اليوم نظمته دكتور ندى علاء الدين ونحن بمؤسسة تربوية بترأسها دكتور حاتم علامة دكتور نائل علامة ومدام ساهرة فلازم نزقف لهم زقفة كتير كبيرة لأنه عم يعملوا هيك كرمال المدارس تكون كلها عم تتقدم وعم نشارك كل سنة بهيك نشاط صحيح رافي في تيم كتير كبير له عم يشتغل أشهر على هيدا الموضوع كمان منشكر الدايركتور اوف ذا اي تي ديبارتمنت استاذ محمد غزيل على هيدا السيستم الجديد ثانك يو استاذ محمد ثانك يو استاذ مهدي كمان كل فريق الاس اتش اس تيم يو ديد ا جريت جوب نرجع بعد البريك بريك ونرجع ندعيكم على البوفيه لبرا بليز لكافي بريك السيمي فاينلز رافي رح يكون معنا بأول جولة أنتلياس هاي سكول عند نجاح نيو كوليدج بس بهيدي المرحلة في طلاب فلوا بس انتو اللي بقيتوا معنا بدي حماس غير شكل صح؟ لأنكم تربحوا واحد منكم رح يحتل المرتبة الأولى أما المدرستين الباقيين هن لبنانيز كوليدج اند انتوناين سيسترز سكول غزير بالشاشه وراي انتلياس والنجاح نيو كوليدج رح يتباروا مع بعضهم تيوصلوا للفاينل صحيح واللبنانيز كوليدج وانتوناين سيستر سكول كمان رح يتباروا مع بعضهم تيوصلوا للفاينل اللي بيخسر ما بيروح للفاينل وين ساره بيروح للبرونز فاينل وراح يتبارى على المركز الثالث والرابع بس انا هلا المخرج عم يقول لي شيء كثير حلو انه بدايه انه ما حدا راح يطلع خسران من الاربعه زقفه كثير كبيره الزقفه مش لي للمخرج انه هو قرر انه الرابع كمان راح يربحه جايزة طردية فإذا ندعي على المسرح أنتلياس هاي سكول النجاح نيو كوليدج مين برأيكم رح يربح منهم؟ مين؟ انتو تنشوف أي مال يلا أنتلياس هديك المال أنتلياس لعندي هون بدي اذكر المشتركين على الوقت والإجابة الصحيحة كل علامة رح بتخليكم تتقدموا على الفريق الآخر مزبوط حبلش بالسؤال الأول Which of these elements is a liquid at room temperature? Lequel de ces éléments est liquide à température ambiante? Answer Antelias High School. سؤال الثاني. عندك. C10H14N2 est une substance toxique consommée quotidiennement par des millions de personnes. Qu'est-ce que c'est? So CH14N2 is nicotine, and the answer is A. دكتور نور بتخبرينا أكثر عن هيدا السؤال؟ سوري
راح نروح ل extra question. It's okay. منروح ل extra question. دكتور نور بتخبرينا أكثر عن السؤال اللي قبل. هن جاوبوا اثنيناتكم جاوبتوا؟ اوكي. سو بدي اقول لكم بس عن ذا فيموس نيكوتين. اكيد كلنا بنعرف ذا هارمفول افكت اون ذا بودي. In addition to the highly addictive being a highly addictive chemical, the nicotine has effects on many different parts of the body. أكيد منهم the brain, the heart, the lungs, and the skin. للي بيهتموا كتير ببشرتهم بدنا نخبركم إنه له premature aging and wrinkles effect. So بدنا ننتبه لهيدا الموضوع. وانا بعرف هلا كمان طلاب الجامعات بيكون هلا عندهم الكيوريوزيتي يمكن انهم يجربوا يدخنوا او انه يعني يجربوا الفيب او الالكترونيك سيجارتس او هيك. فبحب خبركم انه تذكروا دائما انه تذكروا شغلتين, انه السنسيشن اوف بليجر اتس اونلي 10 سكندز اور نوت مور, وذا هارمفل افكت اون ذا بودي. بس في شغله وحده كثير مهمه ومفيده للتدخين, هو انه بتدخلوا ارباح كثير كبيره على شركات الادويه وعلى على شركات التبغ. فاذا بتحبوا تفيدوهم جو فور ات. هلا بما انه هذا السؤال جاوبوا عليه الفريقين, رح نحسبه عاده وننطر الجواب من لجنه الحكم. سو رح نروح لكويشن نمبر 3. What is the name of the process by which organisms maintain a stable internal environment? جاوبوا عليه. هلا بدنا نشوف الأجوبة تبع الفريقين. نمبر 4. Number 4. What is the term for the region of a chromosome where two sister chromatids are joined? Quel est le terme désignant la région d'un chromosome où deux chromatides sœurs sont jointes? جواب من. Number 5, تفضل عندك رافي. Combien de temps faut-il environ à la lumière du soleil pour atteindre la Terre? About how long does it take the sunlight to reach Earth? It's letter. Until yes, high school. تتأهل معنا للفاينل. زقفة كتير كبيرة لإله. نستدعي على المسرح لبنيس كوليدج أنتوناين سيسترز سكول. الحماس للطلاب اللي عم يطلعوا على البوديوم كتير كبير. نحن عن جد بنعرف قد ايه في توتر, بس انتوا اكيد قده. اوكي, question number 1. What is the chemical formula of benzene? Letter A is the right answer. Question number 2. Which of the following has the highest boiling point? And B is the right answer. Question number 3. Which of the following genotypes represents a female with Turner syndrome? And D is the right answer. Question number 4. What is the name of the process by which RNA is converted into proteins?
B is the right answer. Question number 5. Why does dough rise when yeast is added to it? بعد معنا 5 ثواني جاوبته. And C is the right answer. دكتور أحسان رح يخبرنا أكثر عن هيدا الجواب. هلا 10 أسئلة فاينل. عفوا. بتحضير الدو بتحضير العجين أكيد وياد ييست اللي هي الخميرة. As the name indicates خميرة يعني بتخمر. فالييست والفرمنت دي شجر اللي موجود بخلطة العجين. The products of this fermentation هو إيثانول الكحول حقيقة بالعجين و CO2. منشان هيك العجين بينفخ بصير يمكن الكراست له أحسن بصير أطيب etc. هلا لما بنخبز العجين بنحطه بالفرن أو بنخبزه على الصاج etc. بيتبخر الإيثانول. في طريقة تانية للفرمنتيشن حتى هيك اللي بيحبوا الخبز بس لأعطيكم فكرة بيحطوا بدل الخميرة بدل الييست بدل الساكروميسيز الييست لما نحطها بالخميرة اسمها ساكروميسيز سيرفيسيي. في بعض المخابز مرات بيحطوا لاكتوباسيلس مع العجين اللي هي بكتيريا وهذه بتعمل فرمنتيشن للشجر بتطلع منه لاكتيك أسيد وسي أو تو مشان هيك بينفخ. هلا اللاكتيك أسيد ما بيتبخر بتضل طعمته حموضة مشان هيك بيطلع طعمة الخبز هيك في قرصة حموضة اللي بيحبوا هيك أنواع من الخبز. anyway الانتفاخ العجين وتقول بالبيوت وتقول إنه خمر العجين كل عجين عبى CO2 نتيجة الفرمنتيشن of sugars as a result of metabolism by yeast. يعطيكم العافية. لكن ليبانيز كوليدج بيتأهلوا كمان للفاينل أما أنتوناين سيستر سكول بيتأهلوا للثالث والرابع رح منخليهم. برافو رافي. أنا بحب نوه بكل المدارس نحن قلنا إنه السنة نكهة الساينس رالي مختلفة نحن ما شاركنا أي من الأسئلة مع المدارس كنا بسنين قبل نشارك نسبة معينة من الأسئلة يحضروها وفي نسبة تانية تكون جديدة ما تتحضر هيدي السنة ما أخذوا ولا مجموعة من الأسئلة فهيدا عن جد كمان شيء كتير حلو ومنقول أنه كل المدارس ما رابحة معنا لأنه وصلت لهيدي المرحلة. هلأ بدنا أن كمان ندعي على البوديوم النجاح نيو كوليدج كمان تيتبارو ثالث والرابع بالبرونز فاينل. Are you ready? Question number 1. Which of the following substances can participate in hydrogen bonding? Laquelle des substances suivantes peut faire des liaisons hydrogène? Letter C is the right answer. أما السؤال الثاني رافي فحت تقولوا خريجي من خريجين الـ MUBS تفضلي مس لورا لعنا على المسرح اجت من جهة رافي تفضلي. مرحبا للجميع بعرفكم عن نفسي اسمي لورا عجب أنا خريجة جامعة الـ MUBS بال 2017 تخرجت أوبتومترست انتسبت للنقابة وبلشت الشغل بالمجال الصحي بعيادة العيون والنظر وحاليا عم بشتغل بمركز الـ MUMC بالسمقانية تابع لجامعة MUBS. كفيت مسيرتي كفيت الماستر بالهيلث كير مانجمنت دول ديجري مع كارديف متروبوليتان بيو كي واكيد فتحت لي كثير فرص على الصعيد الاداري والاكاديمي. انا فخوره اليوم اوقف قدامكم مش كتلميذه كفرد من عائله MUBS وبتمنى التوفيق لكل الفرق اللي شاركت بهذا النشاط العلمي على الصعيد الوطني بلبنان. والسؤال بيقول نمبر 2 What element is diamond composed of? De quel élément est composé un diamant?
A is the right answer. Number three, عندك رافي. Lequel des éléments suivants n'est pas un règne dans la classification des organismes vivants? Which of the following is not a kingdom in the classification of living organisms? الجواب مع لجنة الحكم. And the answer is. عم يقعدون على أعصابهم للمدارس. D. D. شفتوا بسؤال واحد بتفرق مع المدرسة. رقم أربعة عندك سارة. What muscular structure is responsible for inhalation and exhalation? Quelle structure musculaire est responsable de l'inspiration et de l'expiration? And the answer is letter B. هون المنافسة عن جد كتير كبيرة. آخر سؤال. لا قبل آخر سؤال بروفيسور حرب رح يخبرنا أكثر عن الجواب. What to say? يعني we all know about diaphragm, so it's a dome-shaped muscle. What تتنفسه, it contracts, so basically goes down. The lungs, في surface space, they can inflate. And when you want to exhale, كبل نفس, it will dilate and push on it. But another muscular that usually محل العالم بتفكر فيه هو intercostal muscle that also gives space horizontally, so it can also inflate the lungs towards the exterior. So كمان في كونتر دو نفس أكتر. عشان هيك أيام بتحسوا بتتنفسوا لقدام وأيام بتتنفسوا أكتر نزول. So these are the two muscles. النتيجة كتير قريبة. So آخر سؤال بيعمل فرق. In what layer of the atmosphere does the ozone layer exist? Dans quelle couche de l'atmosphère se trouve la couche d'ozone? Answer is letter B. So النجاح نيو كوليدج ربحوا المركز الثالث بكونوا بالمرتبة الثالثة. ألف مبروك أنتوناين سيستر سكول غزير. أنتوا بالمرتبة الرابعة بس دكتور ندى علاء الدين قررت ما تطلعوا برات المسابقة خسرانين. رح تربحوا من عند جولدن ليلي قصيمة بقدي فاوتشرز فاوتشر مخرج تطلع بتلعبوا بولينج فوق تتسلوا بتعملوا جرني حلوة. بعد في شيء للأنتوناين؟ اوكي ثانك يو. بترجع بتستلموا الجوائز بعد شوي. بنستدعي على المسرح فور ذا فاينل راوند. لبنانيز كوليدج اند انتليز هاي سكول. كلنا بدنا نحمسهم، كلنا بدنا نكون معهم. حرام الصبر اصفر. بدنا نبدل. هلا بدنا ناخذ شوية حكي من الفريق من المدرسة. صحيح. رافي بس قبل ما نكفي بدنا نقول انه هيدي الفاينل راوند تتالف من 10 مالتيبل تشويس كويستشنز انستيد اوف 5. اوكي سو عندنا 10 اسئله بدل الخمسه. اوكي بدي بلش انا اسال ليبانيز كوليدج. شو اسمك؟ الين. الين الين اول شغله متوتره في توتر وبتقولي انتو رح تربحوا ولا ما رح تربحوا؟ بلا بلا واسع بحالة قليل. طب حدا بحب يحكي شيء بعد؟ تحب تحكي شيء؟ كيف الأوضاع؟ في توتر؟ ما في توتر؟ شوي في توتر شوي. أنت ليس مين بحب يحكي ويقلنا شو بيقول عن هيدا التجربة هاليوم؟ أول شيء it was fine fun. Thank you for all. بنشكركم على كل شيء من مدام ريما اللي حضرت لنا هالشيء.
تنقدر نوصل لهون على الفاينلز. في توتر اكيد في توتر صراحه. نتس فاينل يعني بالنهايه. Anyways, thank you for our competitive. It was fun meeting you all. Good luck. برافو. هيدا الروح الرياضيه اللي على طول. بس دقيقه. يعني مع كل شيء اللي قاله زميلي ميغال، حابب بس زيد شكر خاص لمدام ميراي ومدام أورور، لانه لو ما من دونهم يعني ما عن جد ما كنا قدرنا نوصل. برافو لكم طلاب ثانويه انطلياس واللبنانيز كوليدج، نحن فخورين فيكم. والسؤال الاول، which solution is most concentrated؟ كل سوليسيون اي لا بلو كونسنتري؟ الجواب عم يلعبوا على اعصابهم. Question number two. Which of the following is a metal alloy? Lequel des éléments suivants est un alliage métallique? And the answer is D. في تعادل رافي. لا الفريقين عن جد قوية كتير وليكوس حتى ما عم يقدر يقرأ السؤال. Question number three. Which hormone is secreted in stressful conditions? كل هرمون سكرتي دان دي كونديسيون دي ستريس. أنطلياس جاوبت طريقة سريعة. Number four. What is the main structural macromolecule present in the males? La principale macromolecule structurale présente dans les ongles. And B is the right answer. Question number five. What is the SI unit of electric charge? Quelle est l'unité SI de la charge électrique? Antelias, bravo, كمان. ليكو الفرق عن جد أقل من 20-30 ثانية. سادس سؤال. Why does water boil faster in the mountains? Pourquoi l'eau boit-elle plus vite en montagne en haute altitude? أخذوا 9 ثواني تجاوبوا. الجواب الصح مع لجنة الحكم. Question number seven. Why is it summer in the northern hemisphere when it is winter in the southern hemisphere? Pourquoi est-ce l'été dans l'hémisphère nord alors que c'est l'hiver dans l'hémisphère sud? The answer is C. Question number 8, عندك رافي. Qui est la personne qui a découvert l'antibiotique appelé pénicilline qui était un traitement révolutionnaire contre les infections? Who is the person who discovered the antibiotic called penicillin which was a groundbreaking treatment for infections? B is the right answer. لبنانيز كوليدج مسابقة بنقطة واحدة بعد في سؤالين. Question number 9 عندك رافي. كل فيتامين اد لوبس 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 دو فير دون لي انتستان. Which vitamin helps in the absorption of iron in the intestines? B is the right answer. اما السؤال الاخير. Question number 10. What condition results from the irregular curvature of the cornea or lens causing blurred vision? جاوبوا عليهم. الجواب مع لجنة الحكم. اي. لبنانيز كوليدج. ألف بالمرتبة الأولى. ألف مبروك. للسنة 2024. اما أنطلياس هاي سكول بالمركز بالمرتبه الثانيه. ما تزعلوا انبسطوا بالمرتبه الثانيه كثير منيح. برافو برافو. We're so proud of you. هلا بدنا ندعي
نستدعي على المسرح تفضلوا دكتور حاتم استاذ تفضل استاذ جورج دكتور نائل دكتور ندى علاء الدين تفضلي بلش البكي والتوتر مع لبنانيز كوليدج ليه عم تبكي قولي لنا هيدي مش قليل ها هي زيت قليل ما بلش ما كان في توتر يا قليل في توتر مبروك نسلم بالأول الجائزة الأولى بعدين الثانية بعدين الثالثة أوكي المركز الثالث بالمرتبة الثالث المدرسة اللي حصلت على المرتبة الثالثة النجاح أوكي. نيو كوليدج تفضلوا معنا على المسرح ومنزقف لهم زقفة كتير كبيرة وبدنا كمان المركز الرابع ليأخذوا صورة على المسرح كمان أحلى شيء النجاح من بعد التعب ألف مبروك لألكن أنتوناين سيستر سكول غزير ما طلعوا خسرانين معنا لأنه طلعوا بالمرتبة الرابعة أهلا وسهلا فيكم سنة الجاية بتدرسوا أكثر تطلعوا المرتبة الأولى برافو برافو ألف مبروك لألكن أنتلياس هاي سكول أول سنة بتشارك معنا بهالمسابقة ودغري وصلوا للمرتبة الثانية زقفة كثير كبيرة لألون هولي طلاب لبنان أما المرتبة الأولى ليبانيز كوليدج تفضلوا ليبانيز كوليدج وسئيل من حالهم جايبين العلم كمان الأستاذ اللي معكم بليز خلي كل الفرق يضلوا قريبين حتى ناخذ جروب فوتو ليبانيز كوليدج تفضلوا مدير المدرسة مازن ملاعب زقفة كتير كبيرة لليبانيز كوليدج الأساتذة كمان قدوة لطلاب لبنان أكيد كل الفرق يطلعوا على المسرح ترحيب وشكر كبير نبلش مع الطلاب اللي هن الغاية أكيد الصفحة بحد ذاتها الساينس رالي هي صفحة مفتوحة على أفاق كتير كبيرة أهم بموضوع الثقافة والاكتساب والتحصيل الحياة مدرسة كبيرة مفتوحة ومستمرة وهذا جزء أساسي منها في اشياء كتير ما بينتبه للواحد ولكن لازم يتصور دائما وكأنه الدنيا هي كتاب مفتوح
بأول وفي صعوبة والغاز كتير، ولكن في يتعمق أكتر حتى يوصل للمعرفة. فبتأمل إنه هذا تكون يعني نحن وأنتوا محطة باتجاه بعدين المرحلة الجامعية اللي أنتوا إن شاء الله بتوصلوا لها وبتتجاوزوها، وبيكون في عندكم أيام حلوة من هالقاعة. طبعا مع قامي منحبه كتير أستاذ جورج بمركزه بشخصه الكريم، تحية كبيرة لصديقنا العزيز أستاذ عماد على مؤازرته الدائمة، معالي الوزير الحلبي طبعا مثل ما ذكر أستاذ جورج عمل بصمة خاصة بالوزارة بحكم التعاطي الحكيم وطولة البال والتبصر بالأمور اللي هو يعني معروف عنه أنه هذا منهجه بالحياة، ومن ثم بهذه المرحلة العصيبة. هذه المرحلة مش بال يعني هيك مجرد كلام عابر، فيها نحكي عنها المهام كبيرة والتحديات أكثر. MUBS هي واحدة من المؤسسات بلبنان لمعنية أن تكون بشراكة دائمة. مش مهم نحب الطلاب يجوا لعنا على الجامعة أو ما يجوا، ولكن الأساس هو المجتمع والإنسان. يعني الهم الجامعة وإن كان بهمة تستقطب طلاب، ولكن الأساس هو رسالتها وشخصيتها وهويتها، الهوية المعرفية، البحث العلمي، تطوير الإنسان والوصول إلى مراحل أفضل وحياة أفضل. من هون MUBS بالفروع الست اللي هي موجودة فيهم هي حالة فريدة. تذكروا هالأمر إن كنتوا MUBS ولا ما كنتوا، تذكروا أنه في جامعة عمرها 24 سنة، هذه جامعة مميزة بهويتها وبانتماء الوطني. مشان هيك كان إصرارنا أنه يكون في ست فروع على امتداد هذا الوطن العزيز. MUBS صاحبة رسالة وتوجهات وقيم تفخر فيها. الأسبوع القادم في عنا مؤتمر استثنائي وفريد من نوعه لحتى يسلط الضوء على شو هي الثغرة الموجودة بين التعليم الثانوي والتعليم المهني والتعليم الجامعي، لحتى يجرب يردم هذه الثغرة الموجودة من خلال أهم الأولويات اللي نحن ممكن نتعامل معها. فتحية كبيرة لكم، شكرا للجنة الحكم، شكرا للضيوف اللي شاركونا هاللقاء، الفريق العمل الرائع اللي عمل هالتحضير كله، تحياتنا وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات. يعطيكم العافية أستاذ جورج.